المشروع منتهي، يعني خلال اسبوعين كمان احنا بنكون كومبلي. كميات العقد ما لها كافي يساوي كل جبل الورد، فبيجوز مستقبلا ينشا عندهم مشاكل. يعني فينا نقول انه الحارتين او الثلاثه البقيانين قديش بدهم وقت؟ 10 ايام. 10 ايام المشروع كله خلص ان شاء الله بكثير. 10 ايام فوق 90% منتهي المشكله. يعني عندنا حارتين فقط وصلت طولها 30 متر وصلت طولها 40 متر. لو كنت مسؤولا، ياتيكم في الاوقات التاليه.